الآن وحصرياً استديوهات همسة فرح لكل جديد في عالم الصوتيات، جديد الزفات والشيلات. هذه الشيلة مهداة من محمد جابر العسيري وزوجته وأبنائه عبد العزيز العسيري ومحمد العسيري، لكل من خديجة وخلود وجميلة بمناسبة تخرجهم من الثانوية العامة لعام 1440 هجري. ألف مبروك لكم جميعا. يقول أبو جابر دمع العين في خدي نزال، في عالم الصوتيات من فرحتي يرسم تعابير الأمل والابتهال. الشكر لك يا الله يا منعم علي غلب طال. خديجة وخلود وجميلة هالثلاثة راسمة. بسم الله الرحمن هذا القول بك والمستهل، الحمد لك حمد كثير عن طيب يضم جلال. أبو جابر دمع العين في خدي نزل من فرحتي يرسم تعابير الأمل والابتهال. الشكر لك يا الله يا منعم علي طلق الخديجة وخلود وجميلة هالثلاثة راس مال. مليون مبروك النجاح يا فخر أبوكم والأمل كل انجال أول وحققتم منايا والمنال. أرفع بكم راسي وخط أبياتي شعري والجمل، واليوم بتغزل بحد الشعر وصيغ المقال. يا أغلى من الدنيا وزينة قلب أبوكم والحلل هذا نجاح بالقوة تميز فرحنا للاحتفال. مبروك تفوقكم ومبروك ريبكم قال المثل، الابن مرآة والده يعكس صفاته والخصال. من الأدب والدين والفطنة والعطف والخجل بالحزن والأوصاف يضرب في العسير مثال. الفضل لله والتي صارت لأولادي مثل أمهم دولة، وعظمنا الأم الحنونة للعيال ونعم بها زوجه ونعم القلب ذي لجلي حمل حن العنا في تربيتها للثلاثة بامتثال. أنا أشهد أنك أمي النجم الذي ما قلقل، هذه الحقيقة والحقيقة قالها لي بالرجال. أمي سعادتكم وفكري في رضاكم ما غفل يا بلسم جراحي ويا نور عين أبوكم الظلال. لا شفتكم أنسى معاناة المفارق والملل، وأصبحت أنا في حبكم مدمن وفرقتكم وحال. خديجة أتمني فلو لك في عيوني والمقال خلود أمري بداك الروح لو أمرك محال. جميلة يا نبض المشاعر بل ونفحة الغزل، يا مصدر الهامي وإحساسي حالاتك والجمال. من أجلكم أحيا موت الروح أقطعها وصل لو حملوني في رضاكم والسعادة للجبال. من اللي سواكم من قلوبي لو حصل مهما حصل، ما تعرفوا الحرمان لو كانت أمانكم خيال. يا صفحة الأقدار لا زايد بعمري أواجل وهبت عمري في سلا خديجة وخلد والغزال. هم راحتي هم بهجتي هم مرشدي خير العمل، هم عزتي هم قوتي بلهم جوابي والسؤال. هم كل شي عندي ولا لي في محبتهم بدل من غيرهم للعيش ولا دنيا بتسوى لي رياض. هم نور من نورك ونورك طب قلبي والذلال، يا رب تحفظهم وتصلحهم وترزقهم حلال. هم النواب اللي قصدهم شر يجعلنا شلل، الله يصيبه صوب قاتل في بناته والعيال. واختم بذكر رحمة ما صوت المؤذن قد سجل، منذ ظهر لليوم دين الحق وأذن له بلال. منذ ظهر لليوم دين الحق وأذن له بلال. منذ ظهر لليوم دين الحق وأذن له بلال. قصائد شعرية حسب